العاصمة الإدارية الجديدة حققت إيه لحد دلوقتي؟ من وقت إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والاتهامات مش مبطلة، اللي يقولك إيه لازمتها دلوقتي واللي يقولك ما كنا عملنا بفلوسها مصانع وغيره. اللي ما تعرفوهوش بقى إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ده مشروع بيوفر فرص عمل بحجم سكان دول وبيشتغل فيه 60 مطور عقاري. ده غير إن مبيعات الأراضي من المرحلة الأولى فقط كانت 300 مليار جنيه، ده اللي سمح للمشروع إنه يصرف على نفسه بدون ما يكون عبء على الموازنة العامة، وكمان يورد فائض للخزانة من دفع الضرائب على أرباحه. طيب أنت عارف إن شركة العاصمة الإدارية دخلت قائمة أكبر 20 ممول للضرائب آخر 4 سنين؟ كمان حجم الإنشاءات الضخم اللي في المشروع زي الحي الحكومي وحي الأعمال والأحياء السكنية والطرق الداخلية وشبكة البنية التحتية بتجيب بضاعة ومواد خام وحديد وأسمنت وطوب وغيره من مصانعنا المحلية. المصانع دي بتخدم على الشركات اللي بتشتغل في المشروع، والشركات دي بتكسب وبتدفع ضرائب للبلد وبتشغل ناس وبتدفع مرتبات. المشروع ضخم ومؤثر لدرجة أن وكالة فيتش وصفته في أحد تقاريرها أن مشروع العاصمة الجديدة بيمثل محرك جديد للنمو الاقتصادي لمصر. يعني المشروع العاصمة ناجح ومش زي ما ناس بتتداول أن فلوسه راحت في الأرض.